عم يجي سيد الرئيس طاح شحال من مره وطيح وطنوب وكبرتنا. والله يا سيد الرئيس ما خاصها والو من غير السكنه ولا دايره كلمه بولا ما قادر السكنه تظل تخمم. انا ساكنه في ديك المنطقه تاع علوش يا سيد الرئيس زوج ديارو كان تشوفهم والله يتبكي على حدنا نهار اللي تبات النو نباتوا نحوسوا وين نرقدوا والله انا نباتوا فوق بعض. يا سيد الرئيس تعرف الجديد كيما يكون في الارض كيما احنا يا صبع عندنا الفوكا في الكورت بلاك. والله يا سيد الرئيس وانت تخرج بربي ان شاء الله شكون يقبل رمضان ان شاء الله وانا جاهزه. بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم وتحت تنفيذ توصية سيد ولي الولاية بخصوص عملية إسكان قاطيني حصة 94 مستفيد ببلدية سيدي أحمد تمت اليوم يوم الثلاثاء قبل يومين إن شاء الله بشهر رمضان عملية الإسكان الخاصة بقاطيني سيدي أحمد وكذلك تنفيذا لتعليمات سيد ولي الولاية بخصوص إسكان عائلة علوش وهذا قبل رمضان وكذلك بخصوص تجهيز المسكن والعملية إن شاء الله تشاركونا فيها ومشاركة قاطيني وكذلك السيد رئيس مجلس الشعبي البلدي لبلدية سيدي أحمد وإطارة الديوان ومكلفي بالديوان السيد والي. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر سيد الوالي راه وفى بالوعد تاعه وسكننا قبل رمضان والحمد لله كانت مجهزة وجهزها لنا الله يعطيه الخير سيد الوالي. نشكر انا النهار اللي كنا في هذيك الملاقات وقلت لي بلي انا الكافل تاعك اما اني صح حسيت بلي صح انت الكافل تاعي الله يعطيك الخير سيد الوالي وكما فرحتنا ان شاء الله راك تفرح. رمضان اللي فات في ليله 27 كنت قايمه وندعي في ربي ربي يرزقنا بسكنه والحمد لله سنا رانا فيها شدوا في يد ربي والله اللي يشد في ربي ما يضيع والحمد لله يا ربي الحمد لله الحمد لله الحمد لله ويقول ان مع العسر يسرا الحمد لله. وسيد الوالي كما يقولوا انت ابو المساكين الحمد لله يا ربي الحمد لله وانا درك وبالنسبه ليا انت الكافل تاعي وفي بلاصه بو الله يرحمه الله يعطيك الخير سيد الوالي. وشفت فيه سيد الوالي شفت فيه اب شفت فيه اب ماشي والي النهار اللي وعدته وبكيت له شفت فيه اب. سيد الوالي انت الاب بالنسبه ليا اب وكافل الله يعطيك الخير سيد الوالي.